سيد حناشي كلمة على فؤاد، أنت تابعت معنا هذا التقرير؟ لا، إلا جابوه سيك يعطي أن بلوس، إلا مع لي 23 أنا نتمنى إلا بورت أن بلوس كما هو كما بودبوز الصغار ولافونير ليهم. أنا نظن برك يعطوهم الفرصة يعني باش يبينوا روحهم، إن شاء الله إن شاء الله يفرحونا. ما هو تعليقك السيد حناشي يعني على صدى المنتخب الجزائري وسط الجالية؟ يعني شاهدنا أشياء كثيرة وكثيرة حقيقة، وأقولها بكل صراحة يعني للمشاهد، شاهدنا أشياء كثيرة يعني في باريس، في لندن، في نيويورك، في غزة، في كل العواصم الأوروبية. يعني بعد فوز المنتخب الجزائري الجمهور يخرج حتى في الشوارع هذه اللي كنت فيها الآن، يعني كان عدد كبير من الجمهور يعني بعد كل مباراة تاع المنتخب الجزائري. حاجة واحدة، من كاع الجزائر خلينا اللي شفنا في ألمانيا، يعني كاع الملعب كاع في الألوان الوطني، يعني هذه عمري ما شفتها، يعني أليكستيريور وتشوف الجمهور الجزائري لابس والاخر وراه مع الفريق الوطني، هذه مش في اي بلاد في العالم. يعني لونغو ما هذا ما يلازمش يحبس، لازم يعني حتى ما نتكاليفيوش، يعني لازم يعطيو يعني صورة الجزائر في المونديال يعني لتشرف. راح نستمع إلى انطباعات بعض أبناء الجالية وبعض أنصار المنتخب الجزائري، التقيناهم خلال تربص المنتخب الجزائري هنا في فرنسا، ونعود إليك ولمشاهدينا كذلك بعد لحظات. نشكر الفريق الوطني على كل المجهودات اللي تقاموا بها وفرحوا الشعب الجزائري، ونشكر كذلك الرئيس سي عبد العزيز بوتفليقه على المجهودات الجباره اللي قام بها والامكانيات اللي مدها للمنتخب الوطني، وتحيه الجزائر. من لي زالب من 04 جيت باش نشوف ليكيب ناسيونال تاع الجزائر مع الولاد. احنا جينا من تولون ونتمنوا ان شاء الله يربحوا ان شاء الله ويفرحوا البلاد ويفرحونا. À Valence. À Valence. Ouais. Ah, 400 km pour supporter le bled, hein. Voilà, l'Algérie. Hein. Mais Valence, ou une fois, ou Tahia Stif. Alors, vive l'Algérie. La 482, on a fait quelque chose et là, on fera quelque chose, Inch'Allah, ya Rabbi. Moi, je suis de Bourg-en-Bresse, 01. Et j'espère qu'Inch'Allah, il dira le Hajj, Inch'Allah, parce qu'il a beau l'Alam. ان شاء الله يفرحونا ان شاء الله. 1 2 3 فيفا لالجيري. اسكو تي كوني كالكو جوار؟ وي. سيتي كالكو نو؟ زياني. حليش. سي ان فيغتي دو فوار سيت ايكيب ناسيونال باسكو سافي فريمون لونتان كو نوزا با في كوم سا. فرانشمون سي ان فيغتي دو لي فوار كوم سا فرانشمون. ان شاء الله يترافي دون لا كونتينياسيون. ان شاء الله يفون جوسكو بو ان شاء الله. ان شاء الله ينجحوا. منين جيتو؟ من تولون. من تولون. واش تديروا؟ جينا نشوفوا ليكيب تاعنا. وي. يعني مع العجوز هنايا. هذا وليدي وولادو وبناتي وجينا. بخاطر ولاد لا بوينت. وجينا نشوفوا ليكيب ناسيونال. بيان سور اون فيير كي سون كوم نو، سي ديميغراسيون. يجو برسك توس ان اوروب. اون فيير دو. ان شاء الله يفرحوا كيك شوز. ربما كلمة على الجمهور، على هذم الشباب اللي يعني يرجعوا للوطن تاعهم بطريقة عجيبة، وللعالم الجزائري ولكل ما له علاقة بالوطن الأم. يحبوا بلادهم ويحبوا الفريق الوطني، و لا غالب عليهم خدامين وهذه الدنيا، ولكن الحب للبلاد
ماهيش احسن يعني كوميونيتي اللي يحب البلاد. ربما كلمة سيد حناشي يعني على الأغاني، يعني أزيد من 500 أغنية، يعني كلمة على الفنانين هذم وعلى الأغاني هذه اللي أنا نظن نعطي لهم يعني لا بروميير بلاس في العالم، يعني شامبيون دو موند، يعني مقبل الكرة القدم، يعني الغنانين الفنانين الجزائريين يعني قبيلية ولا شاوية ولا أندلسية ولا ترقية ولا كاع سي تان بليزير، يعني كي تسمع كاع كي الصباح اليوم الصباح رحت سور اكس اون بروفونس وشوفير الطاكسي دار لي لا ميوزيك لا راديو ونسمع الاغنيات كاع تاع الجزائر، يعني قلت له الشوفير هذا قلت له اوني شامبيون دي موند، يعني قبل البالون، يعني ليزالجيريان يحبوا بلادهم. راح نشاهد مشاهدينا هذه المحطة الأخيرة من هذا العدد والخاصة بمختلف الحفلات والسهرات الفنية التي نظمت خصيصا بعد الانتصارات وبعد كذلك تأهل المنتخب الجزائري لنهائيات كأس العالم بجنوب إفريقيا، ونعود إليكم ونعود إلى ضيفي في هذا العدد السيد حناشي بعد لحظات. الحركة الجمعوية هنا بفرنسا ومحاولة منها لضم أكبر عدد ممكن من أنصار المنتخب الجزائري من أبناء الجالية العربية المقيمة هنا بديار المهجر، احتضنت عدة مدن فرنسية وأوروبية احتفالية متميزة تميز هذا الحدث العالمي، واحتفاء بتأهل أشبال الشيخ سعدان كهنا بقاعة أوريو بالاس أين عاشت الجالية أمسية فنية رياضية خاصة. N'arrête pas de chanter One Two Three, vive l'Algérie. Elle est très animée la soirée, très animée franchement. Nchidjouhom, bon courage, inchallah nerbhou. Nous en France, on les soutient et qu'on est tous derrière eux et on leur souhaite d'aller le plus loin possible et pourquoi pas inchallah d'être en finale lors de la Coupe du Monde face aux Français ou qui est notre pays d'accueil et que ça nous fera un super plaisir de voir France-Algérie. Lors de cette finale de la Coupe du Monde. Alhamdoulilah, frahna biljazair, frahna biwladha. O Rabbi khalihom, Rabbi aishhom lna, w yajilhom dima rabhin, yajil aljazair dima talha. On soutient l'équipe d'Algérie. Inch'Allah, elle va gagner en Afrique du Sud et elle va bien nous représenter. Allah yahmi aljazair w yahmi Lebnan kaman, enno baladi nos nos. O inch'Allah le mondial. Je félicite l'équipe nationale d'Algérie. Et je leur souhaite bonne chance pour en Coupe du Monde. Nadi w tahanina al-hara al-Jazair, chab al-Jazairi, w al-farqa al-wataniya, tbnaw lha al-najah, ntmennawha inshallah tkun dima lil-qdam, w al-sghaywa andha aam yqol 1 2 3 vive l'Algérie. كلمة الأولى تعلم يقول اون تو تري فيفا لالجيري، يقولها الكبير يقولها القاوري يقولها المسلم كاع قالوها تحيا الجزائر. هذا وبقاعة تيمقاد تزاوج